العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة على راديو كابا فيه. مرحبوا بالناس اللي التحقت بنا الآن في الاستماع والمشاهدة. جاء وقت كاب كلوب وين باش نحكيه اليوم على النسخة السابعة لتظاهرة انسي روبوت اللي باش ينظمها نادي الكهرباء بالمدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس يوم 24 نوفمبر 2024 بقصر الدولي بصفاقس تحت شعار الروح الأمازيغية. أكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة وبرنامج هذه الدورة نتعرف عليها مباشرة عبر الهاتف مع ولاء يوسف عضو ناشطة بهذا النادي. صباح النور ولاء. صباح النور مسيو، مرحبا بك، مرحبا بكافة متابعين كافة فيم. مرحبا بك انت زاد على كافة فيم، اول مرة تعدى معنا؟ اول مرة تعدينا معكم عمنا ولا ما مش معاي. اها باهي، مرحبا بكم. قبل ما نحكيوا على التظاهر هذه نتعرفوا عليك. باهي، ولاء يوسف طالبة سنة ثالثة هندسة كهربائية بالمدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس، عضوة ناشطة في نادي الكهرباء بالمدرسة المعروف بكلوب إلكتريكي نيس أو لفامون سي دوزو. قداش عندك في الكلوب هذايا؟ إن شاء الله هذا الثالث. هذا الثالث عام. الكاميرا متاعي في المدرسة. ما شاء الله ما شاء الله. سنين ترمينال ولا مزلتي في اي سنة ترمينال؟ بون كوراج ان شاء الله ربي يوفقك. الدورة السابعة هذه هات نحكيوا عليها، شنو هو جديد في الدورة هذه؟ شنو المختلف عن بقية الدورات؟ شنو البرنامج اللي محضرينه؟ قبل ما نحكوا على الايفينمون نتاعنا لينيس روبوت نحب نعرف اول حاجة بالكلوب نتاعنا. الكلوب نتاعنا تأسس عام 2016، أسسوه مجموعة من الطلبة بالقسم الهندسة الكهربائية بالمدرسة. ويخدم على ترواز اكس اللي هم اكس فورماسيون. الكلوب نتاعنا نعملوا دو فورماسيون كلكو سوا هارد سكيلز ولا سوفت سكيلز للممبر نتاعنا باش يفيدوهم بعد في الفي بروفيسيونيل والا باش نخدموا بهم مع الروبو نتاعنا في الكلوب. عندنا زاد اكس كومبيتيسيون، نطلعوا لدي كومبيتيسيون روبوتيك اخرين اللي نظموهم دي زيكول دانجينيور اخرين ولا لفاك اللي في تونس الكل. ديجا عندنا في رصيدنا اكثر من 50 كري. والاكس الثالث اللي هو اكس ايفينمون، عندنا زوج ايفينمونات كبار نخدموا عليهم. ايفينمون الاول انجينيور اللي ديديي للصغار، ديجا ديرينيرمون عملنا تروازيام ايديسيون نتاعو اللي وهو عباره على توتين جورني نعدوها مع الصغيرات، ينجيبوهم بحذانا للينيس معناها الليكول نتاعنا نعيشوا منها كوميتون دي انجينيور، والا نمشوا بحذاهم الليكول نتاعهم نعملوا لهم دي ورك شوب ودي اكتيفيتي معناها كيما انيسياسيون صغيره في دومين الروبوتيك. باهي ممتاز. والايفينمون نتاعنا الثاني الكبير اللي هو انيس روبوت ان شاء الله باش تكون في تيام ايديسيون. ليديسيونات السته اللي فاتوا كانوا ناسيونال، سنين ان شاء الله باش تكون اول ايديسيون انترناسيونال. ما شاء الله. وكما كل ايديسيون معناها في كل ايديسيون عندنا تيم جينيرال خرجوا منه دو سو تيم باش ننسبيرو منه لي ماكيت نتاعنا. كيما بار اكزومبل في ال 1.0 كان التيم نتاعنا سبيس، في ال 2.0 كان التيم نتاعنا تونيزيا، 3.0 كان التيم نتاعنا دوزيام غير مونديال، 4 ايديسيون كان ماما افريكا، 5 ايديسيون كان كوب دو موند وكانت متزامنه مع الكوب دو موند وقتها وديجا تونس كانت تلعب. 6 ايديسيون اللي هي عملناها كانت جابانيز امباير الحضاره اليابانيه. وسنين ان شاء الله باش تكون امازيغ سبيريت او الروح الامازيغيه. كما تعرف الحضاره الامازيغيه تمثل تاريخ كبير في بلادنا معناها وما نجموش نستغنى عليه. حبينا نحط الاضواء عليها في دومين الروبوتيك في دومين لينوفاسيون والتكنولوجي وكل شيء. ليفينمون تاعنا يتكون من 4 تشالنج، 3 ديديي للكبار وواحد ديديي للصغار. نبدو بالتشالنج الاول هو سويفر دو ليني او متتبع الخط. شنو هو الكونسيبت نتاع سويفر دو ليني؟ سويفر دو ليني هو روبو 100% اوتونوم. هذوما للصغار، هذوما الكبار. الكبار الكبار اول واحد عندنا سويفر دو ليني اللي هو متتبع الخط، روبو يكون 100% اوتونوم. يتبع خط اكحل على فون ابيض والا العكس. والحاجه اللي نميزوا بها في التشالنج نتاعنا هذا في لينيس روبوت اللي هي بارتي سمارت، يكون فما كريبتوغرافي ولا تريتمون ديماج معناها اللي هي موجوده كان في كان في الايفينمون تاعنا هذا معناها. ان شاء الله باش يكون السوتام ماذر اوف توارك او ام الطوارق اللي هي مستوحاه اللي هي الملكه سين هنان ملكه امازيغيه اسست مملكه الطوارق. كان عندها تاثير برشا في الحضاره الامازيغيه معناها باش تكون الماكيت نتاعنا محاكاه للباركور نتاعها، باركور نتاع حياتها
من اللي بدات لين توفيت، معناها من اللي كيفاش اسست المملكه نتاعها لحتى لين توفيت. باهي. والتشالنج الثاني للكبار اللي هو تشالنج توتيرا او كل التضاريس او كل الطرق، هو عباره على سباق ما بين 4 روبوات تيلي جيدي للكبار، مانات اي للكبار، مانات معناها تيلي جيدي. يكون التيرا متكون من ديفيرون اوبستاكل، يكونوا مصنوعين من ديفيرون ماتير، معناها كيما اللوح والا الرمله والا لي روبوت. هذوما انتم توفروهم والا يجيبوهم متسابقين؟ هذوما لي روبوت يجيبوهم متسابقين باش يشاركوا بهم، احنا نحضروا لي ماكيت في ليفينمون تاعنا. واضح. والسنين ان شاء الله السوتانه نتاع تشالنج تو تيرا باش يكون تمزغه اراس. تمزغه هي البلاصه الرقعه الجغرافيه اللي توجدوا فيها الامازيغ، وباش يكون معناها الماكيت نتاعنا باش تكون انسبيري من الارشيتكتور نتاع الامازيغ والناتور وليمونيمون اللي تاعهم، معناها كيما بار اكزومبل القصبه والجامع والصحراء، خاطر هما الامازيغ متواجدين في شمال افريقيا معناها معروفين الصحراء. والتشالنج الثالث للكبار هو تشالنج كيما نسموه احنا تشالنج الشنعه وتشالنج الجو، معناه اللي يصير فيه برشا شو. هو عباره على كومبا ما بين دو روبو ارمي وسط ماكيت ارمي، وانا واللي يربح معناه حتى لي روبو هذم يكونوا تيليجيدي. سنين ان شاء الله السلطانه نتاعنا باش تكون جوغورس نوار او حرب يغرطه، اللي هو ملك معناها امازيغي وخاض حرب ضد الرومان، وكان عنده تاثير كبير زاد حتى هو في تاريخ الامازيغ. وبالنسبه للتشالنج الرابع اللي هو تشالنج الصغيرات، باش يكون كيما توتيرا، كيما تشالنج توتيرا الكبار معناها كورس ما بين 4 روبو، اما بيان سور باش يكونوا اللي بيستاكل حاجات صغيره معناها خاطرهم الصغار، حاجات سامبل. باش يكون السوتانه نتاعنا يناير او راس السنه الامازيغيه يحتفلوا به الامازيغ كل عام نهار 12 جانفي. باش تكون الماكيت نتاعنا انسبيري من العادات والتقاليد نتاع الامازيغ في النهار هذاك. معناها باش الصغار ما حبيناش الصغار جوست يجوا يكومبيتي ويلعبوا وكاهو، حبيناهم زاد يتعرفوا على حضاره جديده، يتعرفوا على عادات وتقاليد جديده، يجوا يلعبوا وميم طون يتعلموا حاجه جديده. واضح. ولا انت قلت في بدايه المداخله نتاعك انه النسخه هذه باش تكون انترناسيونال هكا ولا؟ اي ان شاء الله. معناها باش يكونوا موجودين متسابقين من دول مختلفه. اي من دول مختلفه، من دول مجاوره كما مثلا المغرب والجزائر. هوني حسب ما حكيتي انت في المحتوى نتاع النسخه هذه، وكانه فما ترويج للسياحه الداخليه من خلال اعطى لمحه عن تاريخ الامازيغ في البلاد هكا ولا؟ اي بيصير معنا الامازيغ كما قلت يمثلوا جزء كبير من تاريخ بلادنا معناها، وقالوا علاش لا معناها نوظفوا التكنولوجي والحاجات معناها جديده الكل في ان نروجوا لبلادنا ونخرجوا بلادنا في احسن صوره معناها كيفاش. كم نسمع فيك. اقول لك معناها باش نخرجوا بلادنا في احسن صوره ونخرجوها باش العباد نفجعوا على السياحه ونخرجوا اللي عندنا معناها اللي عندنا كفاءات نجم نقدم بالبلاد. قداش من بلاد مشاركه في التظاهر هذه؟ لحد الان يعني الجزائر والمغرب. اللي هم اشقائنا الجزائر والمغرب باش يكونوا موجودين. ان شاء الله. تقريبا تشاركوا في الحضاره الامازيغيه ما بين تونس والجزائر والمغرب. اي الحضاره الامازيغيه منتشره في شمال افريقيا. شنو هي الشروط الناس اللي تحب تشارك في المسابقات المختلفه، المسابقات هذه شنو الشروط اللي وضعتها؟ ما فماش معناها شروط، ما فماش عمر كيما الصغار عندنا لحتى 18 مون 18 ينجموا يشاركوا في تشالنج جونيور. ويعني وللكبار ما فماش شروط، نورمالمون جست يدخلوا فما في باج ايفينمون نتاعنا انيس روبوت 7.0 يلقوا فورميلير دانسكريبسيون. ديجا زدنا طولنا في البريود نتاع الانسكريبسيون ولا الديدلاين، كان سيبوزي تفكر من نهار الاربعاء ولا الديدلاين ان شاء الله لنهار الاثنين. باش يشاركوا لعن العباد باش ما تفوتهمش الفرصه. الاثنين هذه معناها 11 نوفمبر. 11 نوفمبر. باهي.
الناس اللي تحب تشارك ومزات ما وفاتتهم من البريمير ان سكرين نجموا مازال انتم مددتوا في الان سكرين اللي هو يسكر نهار 11 نوفمبر نهار 2 جوست يدخلوا على الباج فيسبوك نتاعكم وفما فورمولير يعملوا مرحبا بكم الكل. يعطيك الصحه ولا نخلي لك كلمه الختام. مرحبا بكم الناس الكل نهار 24 نوفمبر في المعرض الدولي بالساقف، ونحب نشكر من خلال كابا فام ليكيب اورجانيزاتريس نتاع ليفينمون الكل اللي قاعده تخدم ليل ونهار باش تخرج ايفن باش تخرج الديماكيت ويتعدى ايفينمون على اوتور كيما عودناكم كالعاده. ويعطيكم الصحه مسيو ومرحبا بكم الناس الكل مره اخرى. شكرا ليك ولاء 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 ولاء. شكرا لك ولاء عضو ناشطه بنادي الكهرباء بالمدرسه الوطنيه المهندسين بصفاقس، حكيت على النسخه السابعه لتظاهره انيس روبوت اللي باش تصير 24 نوفمبر 2024 بقصر الدولي بصفاقس تحت شعار الروح الامازيغيه. احنا من صفاقس باش نمشيو للهواريه وين باش نحكيو على تظاهره تنشيطيه احتفاليه بمناسبه اليوم الوطني لعيد الشجره بعنوان مبدعون من اجل الحياه تحت شعار الشجره عطاء ونماء من تنظيم دار الشباب متنقلة 2 بنابل، نادي شباب زاوية المقاز، بلدية تازغران بكريم زاوية المقاز، اتحاد الفلاحين بالهوارية، المكتبة العمومية بالهوارية، المدرسة الابتدائية بن شاو تحت إشراف السيدة معتمدة الهوارية. برشا فقرات يستنيو في الصغيرات وأهالي إن شاء نهار لحد غدوة الصباح، كغراسة أشجار الزيتون ونباتات الزينة، تنشيط إذاعي، ألعاب ومسابقات موجهة للصغار والكبار، مسابقات في الرسم ومسابقات في المطالعة. التظاهرة هذه تبدأ 9 متاع الصباح بالمدرسة الابتدائية بن شاع من معتمدية الهوارية. احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار، بعد شوية يجيكم رنيم خلف الله في كاب موتيفاسيون، لكن قبل هذا تريحة صغيرة مع الموسيقى ثم نعود.